മലയാളം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ സലീമ അൽഹാർത്തി, എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യയാണ്, മസ്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. اليوم سنتحدث ان شاء الله عن الكاميرا نيكون 550. في البدايه نرى شاشه صغيره جدا، وهنا مفتاح اللي هو تغيير السيتنج من المانوال الى الاس الى الاي. فهذه الدائره الاولى اللي هي الاكسبوجر مع الصوره، فتحه العدسه وحساسية الضوء، أو ما يسمى بالإنجليزي الايسو. فكل إحنا ما قللنا الشتر سبيد اللي هي العدسة الكليك، العلاقة بينهم وبين فتحة العدسة تكون دائما طردية. فإذا كانت هنا F5 يعني هنا تزداد دائما. نتحدث الحين عن الوضعية المانوال اللي هو ضبط العدسة مع فتحة العدسة مع حساسية الضوء تكون كلها مانوالي. بعدها لازم نتأكد اللي هو من ان نحن في اي وضعية، هل في وضعية بالذات لما تكون معانا الفلاش، هل هو على الاوتو مود او على المانوال مود. نيجي بعدين لما نعمل الشاشة، اساسا تكون الصورة دائما تسمى اللي هي الست نقاط الذهبية في الصورة. بعدها الفلاش، هل هو الفلاش الوضعية هذه تكون عادة الفلاش اللي هو المثبت للكاميرا، أما إذا نريد نغيره طبعاً لازم نروح على التعديلات الداخلية. الحين راح نغير إلى وضعية أخرى اللي هو وضعية البروغرامز، بحيث أن نحن داعينها في وضع البروغرام، معناته أنه فتحة العدسة مع حساسية الضوء ويسمى الايسو تكون كلها مبرمجة من البداية. قبل لا تبدأ الصورة لازم أن نحن نوضعها.